المتسابق الثاني في مسابقة القراءة محمد لقمان. يلا محمد. يا أمي أسلوب إيه؟ جائع فيها مد بإيه؟ إيه الحرف الممدود؟ جدا فيها تنوين بإيه؟ منونة بإيه؟ علي صوتك يا محمد. واغسل يديك وخذ أقصى واختر ما تريد رد خالد متحمسا بالتأكيد يا أمي. سقفولي لمحمد لقمان ثاني متسابق معانا فايز.